من الرياض معي الدكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. أهلا بك معنا. بداية، ماذا يمكن أن نعرف كإضافات عما ورد في هذا التقرير؟ أولا، الحوثية قامت بتأسيس عدة شركات خاصة يعني للغاز والمشتقات النفطية جميعها. هذه الشركات الخاصة دمرت الشركة الوطنية اليمنية الحكومية، ومن خلال هذه الشركات سيطرت على سوق النفط في اليمن وحققت أرباح كبيرة جدا بمليارات الدولارات في الفترات السابقة. فوق ذلك أيضا لديها مخزون كبير من المشتقات النفطية. هناك حديث عن مخزون ربما يكفي لأكثر من 6 أشهر. كان إغلاق المنافذ المؤقت بالذات ميناء الحديدة، بقية المنافذ تم فتحها. حاولت الحوثية أن تستغل هذا الموضوع من خلال إعادة تنظيم السوق السوداء، بما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جنوني. واعتمدت الحوثية على مسارين أساسيين يعني في الحصول على الأموال. هو السيطرة الكلية على مالية الدولة وفي حسابات خاصة، ثم صناعة سوق سوداء ليس فقط في المشتقات النفطية بل حتى في المواد التجارية وحتى المساعدات الإنسانية. هذا المسارين أدى إلى امتصاص دماء اليمنيين ومدخراتهم. وتحاول الحوثية من خلال هذه السياسات وتعظيم المأساة الإنسانية استراتيجيتها الثابتة بعد فشلها العسكري ويقينها أنها ساقطة لا محالة، وبالتالي هي اليوم تحاول أن تراكم الأموال في حسابات خاصة، وجزء من هذه الأموال يتم تهريبها. أنا أتصور أن الحوثيين لم يعودوا يبالوا بهذه المأساة، هم يحاولوا أن يعمقوها لسبب رئيسي بأنها مصدر لإنقاذهم. أما الشيء الثاني فهم متيقنين أنهم ذاهبون وأن الشعب سيثور عليهم، وبالتالي هم كاللصوص يعني اللي يحاولوا أن يأخذ بقدر الإمكان من الأموال التي تحققهم أرباح لتأمين مستقبلهم بعد فرارهم من اليمن. كيف يجب التصدي لهذا الموضوع، علما بأن الجانب الاقتصادي من أبرز الجوانب التي يجب التركيز عليها بهدف دحر أي جماعة الحوثيين؟ هنا نتحدث منذ قرار الإغلاق، إغلاق المنافذ كما ذكرت حضرتك، نتحدث عن ضغط 13 مليون نصف لتر ديزل ومليونين 600 لتر بنزين ولم تصل للمحطات. هو صحيح هناك طرق كثيرة لإيصال هذه المواد، يعني ما لا يوجد حصار في الجوانب التجارية وفي المشتقات النفطية والمساعدات التجارية، وهناك منافذ كثيرة. لكن تقوم الحوثية، وليس هذه السياسة جديدة، هي سياسات سابقة اتبعتها منذ انقلابها، عبارة عن يعني منع هذه المشتقات من الوصول إلى الأسواق، تخزينها، مصادرة القاصرات للشركات الأخرى التي ليست تابعة لها وحجزها، وبالتالي التحكم بالسوق السوداء ورفع الأسعار، ومحاولة إعطاء رسائل للمجتمع الدولي أن هذا يعني أن مسألة ميناء الحديدة وإغلاقه المؤقت هو السبب، لكن هذا ليس صحيحا. الشعب اليمني أصبح مدرك أن جماعة الحوثي ليسوا إلا جماعة من اللصوص، وأصبحت الحركة الحوثية تسمى لدى اليمنيين بمختلف تنوعاتهم ومناطقهم جماعة سطو وهدم، وبالتالي الحوثية ليست مهتمة حتى بالاقتصاد اليمني، هي تقوم بهدم الدولة، بهدم الاقتصاد، بهدم كل شيء، وتعتقد أنها ستقوي تنظيمها، وهذا التنظيم ممكن أن يستمر، لكن من الواضح أن قياداتها تدرك أن سقوطهم أصبح حتميا، وبالتالي هم يحاولوا أن يمتصوا مدخرات اليمنيين بشكل أو بآخر لتنمية ثرواتهم استعدادا للهروب. طيب، هذا التقرير السري بأي شكل ولأي مدى سيؤثر ويكون فعالا من الناحية الإيجابية، يعني سيؤثر بعملية محاربة الحوثيين؟
اولا الحوثيه حاولت انها تحمل وزير النفط، وهذا وزير النفط هو تابع للمؤتمر الشعبي العام المتحالف مع الجناح المتحالف معهم، واتضح لهذا التيار الذي يعني اخطا خطأ جسيما في حق الدوله وفي حق الشعب ان حلفه كان خاطئ، وبالتالي هذه التقارير السريه انا اعتقد انها ان تسريبها هو جزء من الصراع بين اطراف الانقلاب. المؤتمر وصل لقناعه ان مواجهه الحوثيه اصبح حتميا لانها لا تقود هدم الدوله والمجتمع وايضا هدم حليفها، وبالتالي هم يحاولوا ان يحملوا جزء من المشكله، لكن الشعب اصبح مقتنع ان الحركه الحوثيه والسياسات المافويه التي دربهم عليها حزب الله اصبحت هي المتحكم، وبالتالي لابد من هدم الحركة الحوثية حتى نحفظ مجتمعنا ودولتنا. والمؤتمر أيضا جناح صالح بحاجة أن يعيد تنظيم نفسه ليحفظ مصالحه إذا استمر الوضع على ما هو عليه. نعم. فالحوثية قد تحوله إلى ضحية ومحاولة تحميله أزمة هذه المشتقات، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه التقارير هي نوع من الصراع الداخلي والتسريبات الداخلية، وهي تقارير لم تعد سرية، الشعب اليمني والمراقبين يعرفوها أو يعرفوا ما الذي يجري. أها. طيب بهذا الموضوع، موضوع السوق السوداء، إلى أي درجة بما أنك ذكرت حزب الله دكتور نجيب هو هذا مما يعني من حزب الله؟ يعني طبعا نعرف بأنه الإيرانيين يعتمدون على حزب الله مع الحوثيين من تجربته، يعني يعتمدون على تجربته أكثر تطورا، هو بالنهاية وله تجربة طويلة عسكرية واجتماعية وما إلى ذلك. إلى أي درجة هو له دور بهذا الموضوع كما له دور بنشاطاته العسكرية المتقدمة في الآونة الأخيرة الحوثيين فيما يتعلق بالصواريخ البالستية وما إلى ذلك؟ حزب الله هو اللاعب الأساسي اليوم بالملف اليمني، يعني مع الحرس الثوري الإيراني، لكن حزب الله بحكم معرفته بالبيئة العربية وبالتالي هو تحول إلى خلية للحرس الثوري لإدارة الوكلاء في المنطقة. واليمن الحوثية ليست إلا بنت حزب الله، كل أعمالها وأفعالها وسلوكياتها وأيديولوجيتها وإعلامها هو كله نسخة يعني استنساخ لتجربة حزب الله، لكن أيضا التجربة المافوية من خلال حزب الله والتلاعب بالحسابات، أنا أعتقد أنه حزب الله له الدور الكبير، وهناك مئات المليارات من الدولارات تذهب إلى الضاحية من خلال هذه السوق السوداء. أها. عن أي مبالغ تقريبا نتحدث يعني إذا فصلنا؟ هناك حديث حوالي عن 300 مليار دولار تم سحبها من اليمن إلى الضاحية، هذا ما يتم الحديث عنه داخل الانقلاب، وأنا أعتقد أنه أغلب الأموال التي تقوم بتهريبها الحوثية من اليمن نتيجة سيطرتها على مالية الدولة ومن خلال السوق السوداء، حزب الله يلعب في إفريقيا وفي مناطق أخرى من خلال غسيل هذه الأموال، جزء من هذه الأموال تذهب إلى الضاحية ويتم غسلها أيضا عبر الآليات التي يتبعها حزب الله عبر تاريخها. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من الرياض دكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات.